بالتشغيل بالعالم القروي. لذا إذا سمحتم أقترح على السيدات والسادة النواب الأفاضل طرحهما دفعة واحدة لينال جوابا موحدا من لدن السيد الوزير. سؤال 26 الأول، هو الأول متعلق بالسيدات والسادة النواب المحترمين، فليتفضل أحد واضعي السؤال مشكورا من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. سيد رئيس تفضل. ومخططاتها على دعم التشغيل بالعالم القروي. شكرا. سؤال ثاني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، سيدة النائبة تفضلي. سيد الرئيس شكرا. إشكالية التشغيل بالعالم القروي ما زالت مطروحة بحدة. اليوم محتاجين لتقييم جل البرامج الحكومية من قبل المخطط المغرب الأخضر، المبادرة الوطنية للبشرية، عن إجراءات وزارتكم لتعزيز التشغيل بالعالم القروي. نسائلكم اليوم سيد الوزير وشكرا. شكرا سيدة النائبة المحترمة. سيد الوزير تفضلوا. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيدة النائبة سيد النائب على إثارة هذا الموضوع المتعلق بالتشغيل في المجال القروي. لابد أن أؤكد أنه لما يتم التعامل مع موضوع التشغيل، فعلا صحيح أن البادية أو المجال القروي إجمالا تكون عنده خصوصية مختلفة عن المدينة، وبالتالي يحتاج إلى عناية أكبر، عناية إضافية. ما غنقولش عندنا تراكم كبير جدا في العناية بالبادية في هذا المجال. اغلب برامج ديال التشغيل في بلادنا لسنوات طويله في الغالب تتكون موجهه الى حامل الشواهد، بغض النظر على الانتماء ديالهم الى المجال الى الباديه او المجال الحضري. بالنسبه اليوم على كل حال عندنا المخطط الوطني للتشغيل 2017-2021 والذي سيتمدد 5 سنوات بعد ذلك. البعد الاخير منه اساسا متعلق بدعم البعد الجهوي للتكوين، هذا محور استراتيجي اساسي بالنسبه لنا في المخطط الوطني. تمت بناء على هذا المحور الاستراتيجي تم اتخاذ مجموعه من التدابير اساسا للاشتغال على القيام بتشخيصات جهويه على مستوى جميع الجهات ديال المملكه، بحيث تمت من خلال هذه التشخيصات عرفنا اين هي القطاعات التي تنتج فرص العمل في هذا او الفعال اللي عندها الفعاليه في الانتاج ديال فرص العمل هنا، من غيرها في جميع بالنسبه لجميع الجهات. اليوم وصل الى مرحله اخرى، تم وضع البرامج الجهويه ديال التشغيل في 3 ديال الجهات، وبالنسبه للجهات الجنوبيه تم وضعها منذ البدايه باعتبار النموذج التنموي ديال الاقاليم الجنوبيه. ثم عندنا اليوم الجهات المتبقيه اللي هي 6 ديال الجهات كنشتغلوا اليوم مع من اجل وضع هذه البرامج مع المجالس ديال الجهات. ما نذكرش بواحد العدد ديال الاجراءات دارت متعلقه بتقريب الخدمه العموميه في المجال ديال التشغيل في الباديه، بحيث عندنا اليوم قوافل تجوب جميع على كل حال اغلب الجهات ديال المملكه في الباديه ديالها كيتنقلوا من اجل تقريب هذه الخدمه ديال تكوين الشباب في مختلف التكوينات المتعلقه بالمجال ديال التاهيل للادماج في سوق الشغل. وشكرا. شكرا السيد الوزير المحترم. اذا نمر لتقييمات السيدات والساده النواب. التقييم الاول من الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه، تفضل السيد الرئيس. السيد الوزير استمعت لكم باذان صاغيه وواعيه، لكن للاسف الشديد ما لقيتش الاسقاط ديال هذا الكلام ديالكم على الواقع تاع الاقليم، مثلا الاقليم برشيد اللي كنمثلو انا واللي كيضم 22 جامعه معظمها في المجال القروي. الشباب في العالم القروي السيد الوزير كيعانيوا الامرين، فلا شغل لا كرامه لا رعايه صحيه، بصريح العباره الاهمال والاهمال التام. وهذا هو الخطر الحقيقي، لان اغلب المشاكل اللي كتعانيها الحواضر كتنشا في البوادي، صحيح كتنمو وكترعرع داخل المدن وعدم معالجتها في مهدها، اي داخل القرى، من خلال توفير العيش الكريم خصوصا في صفوف الشباب وتمكينهم من مشاريع تربطهم بالباديه، يجعل حل هذه المشاكل امرا صعبا ان لم نقل امرا مستحيلا. ظاهره والامثله كثيره، ظاهره الاحياء القصديريه، الفراشه والاحترافات بكل مظاهرها واشكالها، هذه كلها تجليات واضحه لغياب استراتيجيه لتاطير الشباب داخل العالم القروي ودعمهم من خلال مخططات وبرامج تمكنهم من تحقيق طموحاتهم المشروعه كمغاربه. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. التعقيب الموالي لفريق العداله والتنميه، تفضل سيد النائب المحترم. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم. كنشكركم على المجهودات اللي كتقوموا بها في مجال تنزيل برامج التشغيل
الخاصة بالشباب العالم القروي، وكذلك الاتفاقيات اللي عقدتها مؤخرا مع بعض الجهات اللي كتدخل في إطار المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل اللي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع مختلف الشركاء والقطاعات المعنية، وخاصة الوكالة الوطنية لإعادة التشغيل والكفاءات ووكالة التنمية الاجتماعية. في هذا الإطار ندعوكم السيد الوزير إلى تعميم عقد هذه الاتفاقيات مع كل الجهات بغية تعميم الفائدة على كل شباب العالم القروي واغتنام مؤهلات كل جهة، وأسطر على هذه المسألة اغتنام مؤهلات كل جهة على اعتبار أن العالم القروي كيزخر بواحد الإمكانيات بشرية مهمة، وكينطوي على واحد المخزون من الثروات كتقدر 49% من ثروات البلاد حسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. السيد الوزير العالم القروي كيشهد واحد المجموعة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية واللي كتستدعي تعزيز تطوير التنسيق مع القطاعات الأخرى منتجة للثروة ولفرص الشغل. وفي هذا الإطار كنذكروا بأن المغرب اعتمد واحد المشروع ديال تشغيل الشباب في الوسط القروي بتمويل من الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بشراكة مع وزارة الشغل والإدماج المهني والوكالة الوطنية لإعادة التشغيل والكفاءات، واللي كيهدف إلى تحسين وضعية التشغيل صفوف الشباب العام القروي المتراوح أعمارهم بين 15 و 35 سنة. السيد الوزير عندما نتحدث عن العالم القروي كنستحضروا مباشرة القطاع الفلاحي اللي كيشكل واحد الخزان أكثر دينامية للتشغيل ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالوسط القروي، الشيء الذي يدعو كما قال جلالة الملك إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل القاري لفائدة الشباب، وبكل تأكيد التفاتة للعالم القروي. شكرا السيد النائب المحترم، انتهى الوقت. تعقيبات إضافية في الموضوع؟ تفضل سيدنا. سيد الرئيس، سيد الوزير، في الحقيقة اسمح لي نقول لك هاد المخططات اللي وضعته كنظن واقيلا متواجدة غير في مركز القرار. وحال الواقع نعطيك مثال، أنا في وزان المئات ديال النساء كيتنقلوا من المدينة حتى للعرايش باش يقلبوا على فرصة الشغل يوميا، كيفيقوا قبل الفجر وغير شرح لي. وبالتالي ما كانش واحد البعد محلي ديال التشغيل على المستوى المحلي وتكون واحد العداله مجاليه، هذا هو الاشكال المطروح. وبالتالي باستثناء بعض المدن والعواصم الكبرى في الباديه المغربيه ما كاين حتى شي سياسه اقولها كنسطر عليها واضحه ديال التشغيل. شكرا. شكرا سيدنا المحترم. تعقيب اضافي اخر في الموضوع؟ سيد وزير تفضل. شكرا سيد الرئيس، شكرا السادة النواب على التفاعل لهم. لا بد ان اشير في البدايه الى ان الامر يتعلق لما تحدثت على برامج، ماشي برامج كاينه في الواقع، في ارض الواقع عندنا وكالات اليوم، عندنا 12 وكاله في الباديه لاول مره. عمر ما كانت كتكون عندنا الوكالات في الباديه، ما نذكركش تعرف هذا الشيء جيدا. عمر ما كانت كتكون عندنا وكالات خاصه بالشباب ديال العالم القروي، اليوم عندنا 12. هذه البدايه ما غاديش نجي نحط بجميع البوادي دقه واحده، كتحط بشكل متدرج. عندنا في جهه بني ملال خنيفره، عندنا في جهه فاس مكناس مشتغلين، عندنا في الباديه الا بغيتي الاحصائيات ديال هذه الوكاله 12 عندي غنعطيها لك. البرنامج ديال الانطلاقه ايضا كانت عنده عطى دفعه قويه للتشغيل في الباديه بالتخفيضات الكبيره في المجال في المجال في في الفوائد الى 1.75 لاحصائيات ايضا كبيره جدا ديال عدد المقاولات اللي تاسست واللي تنشات في الباديه بعد البرنامج ديال الانطلاقه. دعما لهذا المسار حنا في وزاره الشغل والادماج المهني مشينا وقعنا اتفاقيات مع بعض الابناك ومع الوكاله الوطنيه لاعاده التشغيل ومع المراكز الجهويه للاستثمار، مشينا للجهات ماشي للمدن، مشينا للبوادي، مشينا وقعنا في الرباط هنا والقافله تتنقل. دابا كاينه في واحد العدد ديال 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 البوادي ديال سيدي قاسم وغيرها، وقعنا في سوس ايضا هي تتمشي للبوادي ديال سوس، وقعنا في العيون كتمشي، وقعنا في الداخله، وقعنا في قلميم الاسبوع المقبل غنوقعوا في مراكش. هذا الشيء اللي كنشتغلوا. ما غاديش تجي تقول لي رجع، راه قلت لك رجع الى ما يفعل في الباديه في المجال ديال التشغيل في سنوات ماضيه، في سنوات خلت، ودير المقارنه مع ما يقع اليوم في الباديه من دعم التشغيل، من تقريب الخدمه العموميه في المجال ديال التشغيل لهؤلاء الشباب، من تكوينهم، من فتح الافاق امامهم. انا ذاك غدير الفرق سيد النائب ورد عليا. وشكرا. شكرا سيد الوزير.